بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نستكمل هذه السلسلة مع درس ممتع جدا جدا وعجيب حقيقة، لأنه ببين قديش الأورانج داتا مايننج بعطيك كابابيلتيز، قوة في التعامل مع مختلف الألغوريثمز. وان اوف ذا تولز اللي احنا نشرحها اليوم او هم اكشلي تو تولز او تو كومبوننتس او تو ويدجتس، هم بيسموهم ويدجتس، اللي هو الكي مينز اديوكيشن والبين داتا. فالسؤال السؤال اللي احنا بنطرح حاله الان، لو في عندي داتا موزعه كيف بيشتغل الكي مينز؟ فهذا الدرس راح يشرح كيف هو الكي مينز بيشتغل وكيف هو بيظبط حاله بحيث انه يصير في عندي انا تجمع بالمعلومات ويعمل زي كلاسترينج، لانه الكيمي زي ما بتعرفوا اتس ان سوبرفايزد ليرنينج، اللي بده يرجع لتفصيله مشروح بالالجوريثمز في قناه الذكاء الاصطناعي اللي فيها تفاصيل كثيره. فخلينا نشوف هسه كيف بدنا نشتغل هذا الدرس. الان طبعا اهم شيء انه زي ما حكيت لكم بالبدايه انه الادز اون تكون كلها موجوده عندنا. وان اوف ذا ثينجز اللي لازم تكون موجوده الاديوكيشن، اللي هو الاديوكيشنال ويدجتس لازم تكون معمولها اون، فبس تكبس اوكي بتنزل معك الاديوكيشنال. بس انا بنصحكم تنزلوا كل الويدجتس هاي لان بدنا نستخدمهم في الدروس القادمه، ولما تنزلوهم تعملوا ريستارت للابلكيشن عشان يشتغل ويعمل ابلود لكل التولز. طيب الان بدنا نستعمل شغله غريبه عجيبه اللي هي البين داتا. هاي البين داتا، البين داتا طبعا ممكن رايت ماوس كليك وتقول له بينت 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 داتا تيجي اوكي، او زي ما هون عملنا دراج دروب جبنا البين داتا. خلينا اعمل زوم ان. البين داتا هي اداه رهيب جدا حتى تخلق فيها الداتا. تخيل انه انت ما عندك داتا، فبعمل دبل كليك وباجي على البرش وبكبس هون. لاحظوا كيف هي عملت انا داتا هون، بس كبست وعملت داتا هون. لو اني بدي اعمل كمان داتا هون، لاحظوا، وبدي اعمل كمان نمبر اوف داتا هون. هسا لاحظوا عندي هون انه ممكن اعمل بوت، بس اعمل واحدة ثنتين ثلاث اذا بدي، او استخدم البرش. طبعا ممكن اعمل سيليكت شيء معين عشان اعمل له كلير او شيء، ممكن اعمل كلير لهون لكل شيء بدي اياه. ممكن اعمل بعض الشغلات زي الماجنت حتى اجيب الداتا واجذبها لبعضها، او اعمل جيتر حتى اوزع الداتا بطريقه معينه. هون طبعا الراديوس للداتا اللي انا بشتغل عليها. جربوا كل هاي الاوبشنز هاي. انا هيك رسمت الداتا اللي انا بدي اشتغل عليها. لاحظوا بالنظر، بالنظر هون بحكي لي انه في عندك 3 جروبس، هاي جروب الاول، هاي جروب الثاني، وهي جروب الثالث. فكيف بدي هسه اخلي الكي مينز يشتغل ويبين لي الموضوع هذا؟ هذا اللي بدنا نشتغل عليه الان. فخلينا نشوف كيف. بعد ما عملت البين داتا ورسمت البيانات هاي بالطريقه هاي السهله جدا جدا، طبعا عندي هون اكس وواي، اكس وواي احداثيات. بدي اروح من هون واختار هون انتر اكتف كي مينز. هاي اخترت الكي انتر اكتف كي مينز، هاي موجوده بالاديوكيشن. اذا تنزلوا على الاديوكيشن تحت بتلاقوا موجود هي الاديوكيشنال. وين في عندنا اديوكيشنال؟ هي الاديوكيشنال. بتلاحظوا انه في عندي انتر اكتف كي مينز، انتر اكتف كي مينز هي. فالان اذا بعمل دبل كليك على انتر اكتف شو بصير عندي؟ ببين لي انه هو قاعد بحاول الان بخطوات معينه يوجد هالثلاث كاتيجوريز اللي موجودين عندنا، او هالثلاث تجمعات، هالثلاث كلاسترز بنسميهم. فهون ممكن تخليه يعمل الان ستيب باي ستيب يشوف كيف بده يشتغل. فاذا بكبس هون كمان مره ريكمبيوت السنترويد، لاحظ السنترويد حط مبدئيا واحد هون وواحد هون وواحد هون. ماشي؟ بالطريقة هاي. إذا بكبس الآن على ريكمبيوت، بعمل كليك على ريسنترويد، ريكمبيوت ريسنترويد، لاحظ بدأ يشتغل الآن ويحسن بحاله. كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، لاحظوا صاروا الثلاث تجمعات انحصروا بالثلاث المية. كمان مرة هي عمل سنترويد 100%. فإذا بتلاحظوا إنه كيف بيعمل ال الكيميز بالطريقه هاي بالضبط، حتى يحاول يجمع ثلاث تجمعات الداتا اللي انا رسمتهم قبل شوي. طبعا يو كان راندومايز، يو كان ران سيميليشن، يو كان دو ماني ثينجز فيها.
حتى تشوفوا كيف هو بيشتغل. فاذا بعمل مثلا راندومايز، هي عمل اول شيء راندومايز، ريكمبيوت 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 بوجود ال 3 سنترويد لهم. فبطريقه هاي انا بقدر، هي راندومايز، هاي سيميليشن، عمل كامل سيميليشن ورجع لي اياها بالطريقه هاي. كمان مره ممكن اعمل راندومايز ران سيميليشن، هي عمل لي 3 سنترويد، لكل تجمع في سنترويد واحده في سنتر له، وهي في لها سنتر وهي في لها سنتر. بالطريقه هاي انا قدرت حقيقه اني اسوي ما يلي: ابني داتا مباشره بالطريقه هاي، فصار عندي 3 تجمعات. ممكن طبعا اعمل كلير كام مره وارسم الداتا كام مره. لاحظوا ممكن اجي هون على البرش وارسم هون تجمع وهون تجمع وهون تجمع وهون تجمع، وارسم شيء قريب منها مثلا هون واحده هون واحده، اشوف شو بدي اسوي الان ونشوف شو بصير معنا هون. لاحظ بعمل ريكمبيوت 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 ريكمبيوت، بضل يعمل ريكمبيوت لحد ما يشوف سنترويد، فهي وجد انه هي تجمع، هذا تجمع، وعمل هذا كله تجمع. ران سيميليشن راندومايز كمان مره، ريس عمل تجمع مره، هذا تجمع وهذا تجمع وهذا تجمع. طبعا بالكيمينز بعد يعني بعد دروس قليله راح اورجيكم كيف انتم ممكن تحددوا قديش نمبر اوف تجمع او كلاستر اللي ممكن تتوقعوا، وهو بيبني الكلاسترز بيس على توقعك، او هو بصير يقول لك انه عندي 3 كلاسترز 4 كلاسترز، وهي الويتس لكل كلاستر. هذا راح اشرح لكم اياه في الدروس القادمه. حبيت من هذا الدرس بس ابين لكم انه الاورنج داتا مايننج بخليك ترسم داتا اذا ما عندك الداتا بالطريقه هاي اللي شفناها قبل شويه هون بالرسم. هاي رسمت التجمعات كلها ماشي. طبعا في طرق كثيره وفي اوبشنز كثيره، لا يتسع المجال اني اشرحها، لكن هون بخليك تصير تفهم كيف هو بصير يحسب ويعمل كالكوليشنز لهاي التجمعات. هيك احنا بنكون خلصنا هذا الدرس، درس خفيف، درس سهل جدا. هذا ببين لك قديش قوه هاي التول. فانت كداتا ساينتست او كانجينير في الذكاء الاصطناعي بدك تعرف كل هاي الشغلات، وتعرف انه التول هاي ممكن تزودك في اشياء كثيره ممكن تستخدمها بدل ما انت تبرمج هاي الشغلات. فالقاكم في درس قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.